كثير جدا الله عز وجل يحذر منه ولا بد لترك هذا الشرك من معرفته الانسان اذا اراد ان يحذر شيء لا بد اولا ان يعرفه لكي يجتنبه امتثالا لقول الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا والشرك هو تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى والشرك هو موجود في هذه الامه لقول الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فالله عز وجل اخبر ان اكثر الناس الذين يؤمنون به ان الناس الذين يؤمنون به جل وعلا اكثرهم مشركون يؤمنون به بانه الخالق الرازق المدبر المحي المميت ومع ايمانهم ان الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت اكثر هؤلاء يشركون به في جانب العباده وهذا الحكم اي ان ان الذين يشركون بالله عز وجل اكثرهم يشركون بالله وهم مؤمنون بانه الخالق الرازق هذا اعتراف واقرار المشركون بكافة أنواعهم كانوا يقرون لله عز وجل أنه الخالق الرازق المدبر المحي المميت ومنها قوله تبارك وتعالى عن المشركين آمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله جل وعلا قل أي يا محمد عليه الصلاة والسلام قل, قل للكفار والمشركين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله هؤلاء المشركون ابا لهب وابا جهل وميه وعقبه ابن معيط معيط وميه بن خلف وغيرهم من صناديد الكفر من كفار قريش اجابوا بان الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الله فقال الله عز وجل ردا عليهم فقل افلا تتقون اي افلا تتقون الشرك وتخلصون له العباده طالما انكم اقررتم ان الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وجب عليكم افراده جل وعلا بالعباده فهذا هو شركهم انهم يعبدون الله ويعبدون مع الله الهه كثيره ومن هنا لم يكن النزاع بين الرسل عليهم الصلاه والسلام وبين اقوامهم في هذا الامر النزاع ما عش الرسل جل الناس قالوا لهم الله خالق ورازق ومدبر ومحيي ابدا انما هم يقرون بذلك وحتى الذين انكروا هذه الاقرارات كفرعون عليه لعنه الله هو في نفسه في قراره نفسه مقر ان الذي خلقه هو الله عز وجل ولكن جحد جحد بالعباده جحد بتوحيد العباده وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا والخلاف والنزاع بين الرسل عليهم الصلاه والسلام واقوامهم كان في توحيد العباده وهو الالوهيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا فهموا معناها لذلك لم يقولوها ومعناها اي لا معبود حق الا الله فلا يعبد الا الله عز وجل فالعباده كل بكل انواعها تصرف لله عز وجل فمن هنا فهم المشركون هذه الكلمه العظيمه فبذلك رفضوها وابوا ان يقولوها فقالوا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون كان عندهم آلهة كثيرة اللات والعزى والعزة, والعزة وهبل ومنات كانوا يعبدون هذه الآلهة ويعبدون الله عز وجل فهذا كان الخلاف بين الرسل وأقوامهم كان في توحيد العبادة الله عز وجل قال في سورة الزمر قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ففيها رد على من يفسر الشرك بعباده الاصنام فقط فالشرك هو عباده غير الله سواء كانت من الاصنام او من الملائكه او من الرسل او الصالحين او الاضرحه او القباب او الجن او الانس فكلهم سوى الله عز وجل فمن عبد الملائكه فقد اشرك بالله ومن عبد الصالحين فقد اشرك بالله ومن عبد الرسل فقد اشرك بالله فلا ينجي العبد الا ان يعبد الله وحد جل وعلا وحده ويترك ما سوى الله من العباده فالله عز وجل قال والذين اتخذوا من دونه اولياء ففي هذه الايه دليل على ان من المشركين من عبد الاولياء ما نعبدهم اي ما عبدوا الاولياء الا كما قال الله عز وجل: إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله عز وجل حكم عليهم بأنهم كذب، لأن الله عز وجل لم يأمر الناس بأن يتخذوا وسائط بينه وبين العباد. الله عز وجل ما قال: امشوا للأولياء عند قبورهم وبثوا حاجاتكم لكي يرفعوها إلى الله عز وجل الله عز وجل كذبهم لأن الله عز وجل ما قال للناس أمشوا للأولياء واشكوا لهم الحوائج عشان هم يرفعوها إليه سبحانه وتعالى إنما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهؤلاء المشركون كانوا يأتون إلى اللات، واللات كان رجل صالح كما قال عبد الله بن عباس في صحيح البخاري عند قوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى قال اللات كان رجل صالح يلد السويق لأهل مكة فلما مات عكفوا عند قبره جو عند قبر اللات وما عبدوا اللات لأنه بيخلق ولا بيرزق ولا بيحي ولا بيميت ولا عبدوا اللات لأنه بينفع ولا عبدوا اللات لأنه بيضر إنما عبدوا اللات عشان يشكو له الحوائج نزلت بهم لكي يرفعها اللات الى الله عز وجل ده كان الشرك بتاع المشركين والله عز وجل في هذه الآية بعد أن حكم عليهم بالكذب قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كفرهم الله عز وجل فهذا هو الخلاف بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم خلاف كان في توحيد العبادة قال الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا والدليل على أن الشرك موجود بعد قول الله عز وجل في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح, في صحيح أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من جزء من حديث في صحيح أبي داود قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان فدل الحديث على أن بعض هذه الامه يقع في الشرك ومن صور الشرك بالله عز وجل دعاء غير الله كالذين يدعون الاموات والمقبورين بحجه انهم صالحون ولو كانوا صالحين ولو كانوا ملائكه لا يجوز لاحد ان يدعو غير الله هذا اي دعاء غير الله في القران الله عز وجل حكم بانه كفر وشرك كما قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بالشرككم ولا ينبئك مثل خبير فدلت الايه على ان دعاء الذين لا يسمعون وان كان حيا غائبا لا يسمع هو شرك لو حي ومثلا قاعد في حته بعيده وانت دعيته هذا هو من هذا من الشرك بالله عز وجل قال الله عز وجل انما يستجيب الذين يسمعون بيستجيب لك اللي بيسمعك لو ناديتني لو ناديت زول جنبك ده بيسمعك لكن زول غائب عنك انت ناديته لانه انقدح في ذهنك انه يعلم الغيب ويسمع ويرى واعتقدت انه كذلك يجيب دعوات فهذا لا يكون الا لله عز وجل. الله عز وجل يرى ويسمع ويسمع كلام من ناداه ودعاء من دعاه ومن استغاث به واستنجد به عز وجل فهو قريب يسمع الدعاء ويجيب الدعاء ويجيب دعوه المضطرين سبحانه وتعالى فلا فصرف هذا هذه العباده عباده الدعاء من الشرك بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي صحيح الترمذي قال عليه الصلاه والسلام: الدعاء هو العباده. وتلا هذه الايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما قال ان الذين يستكبرون عن دعائي انما قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي فدلت الآية على أن الدعاء هو العبادة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن هنا دعاء الأموات شرك بالله عز وجل ولو كان الأنبياء فس فطلب فنداء الأنبياء كالذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أسألك المدد هو من الشرك بالله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لا يرضى الشرك بالله عز وجل لأنه أتى للناس بعباده الله عز وجل والنهي عن الشرك وهذا و و وكل الانبياء اتوا للناس بهذا الامر قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل رسول ياتي الى قومه الى امته يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا أتوا للناس بالأم بالأمر بعبادته جل وعلا والنهي عن الشرك ما قال عبد الله قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا بد من اجتناب الشرك واجتناب الطاغوت واجتناب الطواغيت وعبادة الله جل وعلا وعبادة الله واجتناب الطاغوت فيها معنى قول فيها معنى قوله لا قول المسلمين لا اله الا الله مبنية على النفي والاثبات فلا اله نافية لجميع العبادة والا الله اثبات العبادة لله جل وعلا لا معبود حق الا الله قال الله عز وجل ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأيضا دعاء غير الله كفر قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر فالذي يدعو غير الله دعاؤه لغير الله جعله يعني زول الدعاء من دون الله عز وجل ده كده جعله إله لو إنسان دعا غير الله المدعو من دون الله عز وجل يكون إله وإله باطل لكن ما إله حق ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ما عنده برهان في إنه يدعو غير الله لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون الله عز وجل حكم على من يدعو غيره بالكفر وقال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله ويدخل فيها الملائكة حملة العرش والعرش والملائكة والرسل والصالحون والأضرحة والقباب والأموات والأحياء الغائبين كلهم دون الله عز وجل ومن أضل أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هذا الأمر خطير جدا يخرج الإنسان خارج الملة دعاء غير الله والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح في صحيح الترمذي قال عليه الصلاة والسلام وكان مرضفاً عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال رضي الله عنه وارضاه، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت ما قال له فاسال رسول الله، وانما قال له عليه وانما قال له عليه الصلاه والسلام: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت الا ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فلا حجة لمن يدعو غير الله يعارض هذه الآيات الصريحة الواضحة ويشرك بالله عز وجل ويزعم أنه على ملة الإسلام لا ما عنده أي حجة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا من أنواع الشرك بالله عز وجل ومن أنواع الشرك بالله تعليق الأحجبة والتمائم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح أبي داود قال إنما الرقى والتيولة والتمائم شرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله قال من علق تميمة فقد أشرك فتعليق الأحجبة والتمائم هو من الشرك بالله عز وجل فلا يجوز تعليق الاحجبه والتمائم لانها شرك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم هذا الشرك له دعوه الان مروجه في الاعلام وفي القنوات على انه صريح الاسلام العظيم ويروجون له ويغلفون له ويطبلون ويطبلون له ائمه الشرك في هذه البلاد وغيرها بانه توسل يزخرفون القول وهذا ليس من التوسل في شيء دعاء غير الله ليس من التوسل في شيء لأنه أنت بتقول يا فلان تنجدنا وتفزعنا هذا شرك وليس توسل يا للنداء معروف والتوسل ثابت منه ما هو صحيح ومنه ما هو ممنوع اختصارا التوسل بثلاث أشياء بالتوسل لله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى والتوسل النوع الثاني التوسل بالأعمال الصالحة وهو ما هو معروف في حديث الثلاثة نفر الذين في الغار والتوسل بدعاء فريق التوسل بدعاء الرجل الصالح الحاضر الحي الذي يلتمس فيه الصلاح زول بتحسب إنه على خير تقول له يا مولانا ادعو لنا الله معك ما في شيء لكن هو مات ودفن تجي تدعو من دون الله هذا من الشرك بالله ثم إن كثير من الناس يخدعون بالمفهوم الخاطئ للآية قول عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا بيّن في الآية التالية الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فالولي الحق الذي يعبد الله ويكون مؤمنا تقيا لكن الذي يزعم انه يخلق مع الله وانه يغيث الملهوف وانه يهب الذريه ويتصرف في الكون هذا ليس من اولياء الله هذا من اولياء الشيطان قال الله عز وجل فقاتلوا اولياء الشيطان فالشاهد انه مات تنخدع بالولايه الان مكتوبه في رايات لا اله الا الله محمد رسول الله فلان ولي الله الناس تنخدع تقول والله يا سلام دول صالح وتجد هذا الذي يزعم له الصلاح عنده كتب وعنده ترويج للشرك ده الشرك ده مش عظيم ربنا حذر منه في القران عشان انت تجتنبه لازم اول شيء لازم تعرفه زي ما عرفنا هو تسويه غير الله بالله يعني من الشراكه حاجه حقت ربنا امرك تعبد بها انت صرفت هذه الاشياء لغير الله وقعت في الشرك والشرك ما العباده ما هي صلاه وصيام فقط هي كل ما يحبه الله ويرضاه. يعني ما توحد الله في الصلاه. تصلي لالله، لأ تصوم لالله. لأ لكن تدعو غير الله وتذبح لغير الله. فجميع انواع العباده من الصلاه والخوف والرجاء والحب والتوكل والخشيه والانابه انما تكون لله. ما توحد الله تمشي تطوف بغير الله، بغير بيت الله، ربنا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. ما قالوا وليطوفوا بالقباب والاضرحه وهذه القباب والاضرحه بنيت لمحارب لمحاربه دين الاسلام العظيم لانه في الاسلام ما في قباب ولا في اضرحه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث ابي الهياج الاسدي رضي الله عنه وارضاه قال الا ابعثك علي رضي الله عنه قال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لا تدع قبرا مشرفا الا سويته فالشاهد انه ما في مشاهد ولا مزارات عالية دي باطلة كلها ليست من الإسلام في شيء لكن أهل عملوها لمحاربة الإسلام وهؤلاء أغلب الذين يدفنون في هذه القباب ليسوا بأولياء لأنه عندهم كتب بيقولوا إنهم بخلقوا مع الله شفت خالفوا المشركين الأوائل المشرك زمان تقول له بيخلق من يقول لك الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم لكن الآن يجي رجل في القنوات في الإعلام يقول إنه غير ربنا يخلق في القنوات يقول إنه غير ربنا الذرية وغير الله يتصرف في الكون فاق الشرك بتاع المشركين الأوائل بل يقول تنادي غير ربنا المشركين زمان كانوا يعبدون الله ويخلصون عباده الدعاء لله في حاله الضر حتى ناس له ابو غير لمن يضطرب بهم الموت فاذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه الناس بتنادون كلهم بيضلوا عنكم ما بتنادون ثاني الا اياه الا الله عز وجل واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دين المشركين ذاته الزمان فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون لما رجعوا في حالة الراحة تاني رجعوا يشركوا بالله لكن في حالة الضر لا يعرفوا اللات لا يعرفوا العزة بل يعبدون الله عز وجل ويخلصون العبادة لله لكن الآن تجد رجل ولا امرأة كبيرة في السن تكون دار تقع تقول يا سيدي فلان ده ما شريك شريك واضح يعني انت زول اجدادك وابواتك ولا انت الزول اللي دفنوه الزول الميت ده قبال ما تنادوه زمان قبال سنين ولا كانسي قبال ما يدفنوه بيغسلوا فيه هو غالب يسر عورته تقلب فيه جاي وجاي وكفنته حملتو فيه كتفك وشلته حفروا له القبر ودفنوه وغطوا وشد منه جاي ثاني ترجع تناديو اخي الله ما سفى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء الناس بتشركون مع الله عز وجل هل يخلقون هل يرزقون هل يحيون هل يميتون هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون هناس حق الله العبادة ربنا أمرك تعبد براء أفردوا الله عز وجل بالعبادات بكل أنواعها لله عز وجل وتجتنب الشرك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية لأنه الشرك في القرآن ربنا كثير بيحذر منه إنت كم ما عرفته ما هتجتنبه الله عز وجل قال إن الله لا يغفر يشرك به الزول اللي بيموت على الشرك ربنا اول شيء ما يغفر له عشان كده خطوره الشرك دي خطوره عظيمه جدا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شوف خطوره الشرك اذا مات على الشرك ربنا ما يغفر له مش اعمال العمل في الدنيا كان صلاه كان صيام كان حج كان حفظ الناس القران كان اكل الناس الكسره كان فتح الخلاوه كان زوج الشباب كان عمل كان عمل كان عمل من اعمال صالحه كان شفت بيكسر الكعبه كل سنه وحفظ العالم كله قران اعماله وما, ما وما تاب من الشرك اعماله كلها حابطه ربنا حذر الرسل عليهم الصلاه والسلام كما في سوره الانعام بعد ان ذكر ثمانية عشرة رسولا قال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ما في اي مجامله في موضوع العقيده حتى لو كان الرسل اشركوا بالله ربنا قال لحبط عنهم ما كانوا يعملون وحاشا لرسل الله الكرام ان يشركوا بالله عز وجل شيئا. وانما الامر خطير لنتنبه ونتفطن لخطوره هذا الامر. قال الله عز وجل: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لَيَحْبَطَنَّ عملك ولتكونن من الخاسرين. فهل الانبياء مشركون؟ حاشا وكلا. فما كله يعني لو منزول يكلمك في الشرك ما معناته انت مشرك حاشا وكلا لكن انما شنو داري اوريك خطوره الامر ده وربنا خاطب به الرسل عليهم الصلاه والسلام افضل نحن ولا الرسل ما في اي مقارنه ربنا حذر الرسل من الشرك النبي صلى الله عليه وسلم حذر افضل الاولياء بعد الانبياء هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذروا من الشرك قال عليه الصلاه والسلام كما صح الحديث في مسند الامام احمد أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء نبي صلى الله عليه وسلم كان خائف على أصحاب الشرك لكن ما وقع منهم لا شرك أكبر لا أصغر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وهم جميعا في الجنة لكن نبي صلى الله عليه وسلم كان خائف عليهم فمن باب الخوف على أنفسنا وعلى المؤمنين وعلى المسلمين نحذر الناس من الشرك إبراهيم عليه السلام دعا ربه قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ده السبب عبادة الأصنام ضلت كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فأنت محتاج إلى دعاء الله وإلى التعلق بالله عز وجل ربنا خلقنا ورزقنا وأمرنا بعبادته وخلق الجن والإنس عشان عبادته ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وانزل هذا القران العظيم لاجل التوحيد كما قال عز وجل ألف لام رأ كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله القران انزل عشان التوحيد الرسل ربنا بعثهم عشان التوحيد وخلق الجن والانس عشان التوحيد والنهي عن الشرك فلا بد ان نتفطن لهذا الامر ثم مع مع خطوره الشرك أنه لا يغفر لمن مات عليه أن صاحبه لا يدخل الجنة أبدا ربنا قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مسألة خطيرة جدا نسأل الله العافية والسلامة ففي ناس عديل يقول لك تنادينا في الشدائد وفتحوا لنا الإعلام رايات وطرق كثيره جدا تدعوك الى الشرك يدعوك الى الجباب ده كله باطل والله عز وجل قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا باتباع اصحابه رضي الله عنهم عنهم امرنا باتباعه صلى الله عليه واله وسلم واصحابه رضي الله عنهم كما قال وستفترق هذه الامه عشان كذا لابد تكون حذر وفطن من الجماعات والطرق والاحزاب قال عليه الصلاه والسلام وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده الصحابه رضي الله عنهم سالوه ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو غير الله، ما دعا الانبياء ولا دعا الرسل، الصحابه رضي الله عنهم ما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن في قصه عمر رضي الله عنه عندما استسقى بالناس او امر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستسقي بالناس، ما قال يا رسول الله اغثنا قد قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقنا، والان نتوسل اليك بعم نبيك، اللهم فاسقنا، قم يا العباس فادعو الله لنا او كما صح عنه رضي الله عنه وأرضاه فمن هنا نحذر جميع الناس من الشرك ومن الطرق ومن الاحزاب والجماعات وأن يكونوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أسف للإطالة بلس مثلا وعارف في الشيخ الفلاني انا اخذت عليه مثلا انا بزيت اخذت عليه او الميكاشي اخذت عليه ادوني وشوف لا باقي عارف شيء عارف ايش في الوالد والمستقيم والجاش ما بقدرش اقول لك يا ابني يا فلان تديني قلت يا الله اللي جاها بزيت تعمل لي وانا أغلب من الزيت كثير من كل شيء ما رايك في هذا الكلام؟ جزاك الله خير، عمنا يسال عن كلمة جاه، اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان. هذه الكلمة وهذا الدعاء ما ورد عن السلف، عن الصحابة رضي الله عنهم، وما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من باب من باب البدع والمحدثات. فالله عز وجل ما أمر الناس يدعوهم بجاهه. الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أدعو الله عز وجل بأعمالك الصالحة زي ما صح إنه التوسل بثلاث أشياء فقط لا رابع لها التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزب أمر كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأن كله شأنه كله شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الله بشنو بالأنبياء السابقين اللهم إني أسألك بحق إبراهيم أن تفعل لي كذا وكذا. والصحابة ما كانوا بيقولوا اللهم إني أسألك بحقي أو بجاه نبيك. فهذا من البدع والمحدثات. والتوسل النوع الثاني من أنواع التوسل، التوسل لله عز وجل بالأعمال الصالحة كما في قصة الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى الغار. فقال الأول اللهم يعني لما نزل بهم الأمر قال اللهم إنا اللهم قال الأول اللهم إن إنه كان لي والدين وكبيرين وكنت لا أقدم على عليهم في الطعام لا الأولاد لا كذا يعني معنى الحديث إنه ما كان بقدم على والدينه في الطعام أحد حتى أولاده حتى زوجته في يوم تأخر وماسك الغدق أو الصحن بتعلبا اللبن نم و ونمنجل يقاون ناموا فما حب يزعجهم وقف بالصحن حتى الصباح لما شربوا وكذا فقال اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر خالصا لوجهك الكريم اللهم فرج ما نحن فيه فرج عنا ما نحن فيه فانفرجت جزء من الصخرة والثاني توسل الله عز وجل بحفظه للأمانة حفظ الأمانة قطع من الغنم أو ما شابه ذلك وكان جزء يعني شيء قليلة ما كثيرة والرجل أداه القطيع ده وفات لما جاء راجع قال له يا عبد الله اعطيني حقي قال له يعني قال له الغنم ده والحاجات دي كلها حقتك انت قال له لا لا تسخر بي او لا تستهزئ بي قام قال له يا هو حقك يعني شنو حفظ الامانه ونما قال اللهم ان كنت فعلت هذا الامر خالصا لوجهك الكريم اللهم فرج عنا ما نحن فيه والثالث توسل الله عز وجل بعفافه عن الزنا وتركه للزنا اللهم انه كانت لي ابنه عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء يعني دار بها فكانت في ضايقة فأتت إليه قالت له أنا دائرة كذا 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 قال لا لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك مشت تاني جاته ومن يطرد قالت له خلاص فلما قعد منها مجلس الرجل مع امرأته قالت له ذكرته بالله يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه فترك المعصية لأجل الله عز وجل لأنه خاف والمرة ذكرته بالله عز وجل فترك المعصية فالتوسل بها أو التوسل النوع الثالث بدعاء الرجل الصالح الحي حاضر أمامك من باب قوله عليه الصلاة والسلام دعوة المسلم لأخيه بظهر غيب مستجابة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما في شيء إنك تطلب من زول تظن فيه الخير ولا ادعو لنا الله معك لكن بجاه وبحق هذا ما ورد عن الأنبياء وعن الرسل وعن الصحابة ولا قال به يعني احد من العلماء المعتبرين فلا يجوز التوثل بحق فلان او بجاه فلان، ادعو الله عز وجل مباشره، صلي لله عز وجل ركعتين وكنت في هم ضيق فقل يا الله تدعو الله عز وجل ما تقول زي ما بيقول الان ائمه الشرك تدعو غير الله، يقول لك ومهما اتاك من جلي خطب فنادني بيامر غني انجيك من كل شده هذا باطل والكلام ده الان عند الناس كثير جدا موجود يعني في الواقع بتاع الطريقة الفلانية أقول لك ناديني أنا طيب نحن نادي منه ده يقول لك ناديني ده يقول لك ناديني ده يقول لك, لك ناديني يا جماعة الله عز وجل ما أحق بالعبادة اللي بيستحق العبادة منه مع الدعاء عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة بيستحقها منه فنحن ما نتعصب لأشخاص لأنه رب ده حق ربنا أمرنا بعبادته هو ما ننادي لأمو كاشفي لأن نادي أبو زيد لا ننادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ننادي الله عز وجل لأنه هو الذي يسمع ويرى قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين عبادتي سيدخلون جهنم داخلين لازم تعلق قلبك بالله عز وجل تدعو الله عز وجل في الثلث الأخير إنه يفرج همك يا أخي المشركين في حالة الضر بينادوا الله عز وجل جزاكم الله خير وهذا الله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم جزاكم الله خير